اسمي إلهام. جدي واحد من اللي أسسوا جمعية المساعي المشكورة من 100 سنة وقفلها أراضي كتير بغرض تعليم الأولاد في مديرية المنوفية وقتها. مؤخراً إحنا الورثة بعنا قصر مساحته كبيرة في المنيرة، فكرنا إنه إحنا نقتطع جزء من الأرض ما نبيعوش، والشركة العقارية اللي هتبني الأبراج السكنية تبني لنا برج كمان في الأرض بتاعتنا، ونوقفه وقف خيري لصالح مستشفى 57-357. ليه 57-357؟ لأنه إحنا عائلة بتؤمن بالتعليم، وأنا كمان حصلت على الدكتوراه بتاعتي في هندسة المعادن من أمريكا، وزرت معامل وأبحاث كتير وأعرف قيمة البحث العلمي في حضارة البلدان. لما زرت أنا وعيلتي مستشفى 57 شفنا زمالة مع دانا فاربر، ده غير أنهم بيأهلوا لشهادة JCI وجايبين أكتر من 600 كورس إميونولوجي لكل طلبة الطب في مصر، كل مصر، وبيدرسوا علوم الجينات والمناعة أونلاين مع دكاترة هارفارد وأساتذة من بوسطن، وبيبنوا أكاديمية كأننا في أمريكا بالظبط. ده شفته في مستشفى 57-357. إحنا قررنا نوقف مبنى كامل ريعه للبحث العلمي لصالح مستشفى 57-357 باسم عائلة شرف الدين. فعل خير كتر في بلدنا، ومحتاجين فكر جديد للخير مع الوقف الخيري. 57-357 لما بتتبنى الوقف الخيري بتتبنى سنة رسول الله، وبتتبنى إدامة العمل بالتنمية عبر أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا الإعلان برعاية البنك الأهلي الكويتي.